في تصوري أن لا يمكن الثقة في فرنسا ما دام هي لا زالت تكذب على الجزائريين في الوقت الراهن، فكيف يمكن أن نثق فيها ما حدث وما تريد أن تصوره ما حدث منذ أكثر من 70 سنة ماضية؟ وبالتالي فأعتقد بأن هذه الأزمة في حال تأكد من حقيقتها فإنها سوف تثير أزمة كبيرة جدا بالنسبة للعلاقات الجزائرية الفرنسية، وأن ما قامت به السلطات الفرنسية وإذا كانت فعلا هي على علم بأن هذه الجماجم، السلطات السياسية أقول بأنها هؤلاء الجماجم ليسوا لمقاومين جزائريين، فأعتقد بأن أزمة أخرى تكون أكثر من سابقتها التي شاهدناها العام الماضي تحدث في العلاقات الجزائرية الفرنسية، وأن لا مستقبل للعلاقات الاقتصادية ما لم يتم الإجابة بشكل صريح على هذه المشكلة أولا، ثم المشاكل العالقة في العلاقة الجزائرية الفرنسية فيما يتعلق بملف الذاكرة، وخاصة ما ارتبط بالتفجيرات النووية وكذلك المفقودين من الجزائريين خلال الثورة التحريرية. طيب، لم تكذب والجزائر لم تؤكد أنه أجرت الفحوصات أو تم هناك التأكد من هذه المعلومات. على كل حال كما ذكر الدكتور توفيق، الأمر متروك ومفتوح حتى تظهر الحقيقة بشأن هذا الموضوع من ضمن الخطوات المطلوبة مستقبليا، ولكن السؤال هل يجب أن نبقى دائما في إطار الشك في العلاقة؟ الموضوع الأساسي يبنى على الثقة، إذا لم تكن هناك ثقة بالنوايا الحسنة بين الطرفين يمكن التشكيك بأي خطوة أو بأي كلام أو بأي موقف.